بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد يا ولاد اولى دروس رياضيات الصف الرابع. معنى الكسر، الكسر يعني ايه؟ الكسر هو جزء من الواحد الصحيح ودايما اقل من الواحد الصحيح. مسطرة وكسرتها، الجزء اللي خدته من المسطرة يسمى كسر. جنيه فكيته نصين، ده كسر وده كسر. رغيف عيش وقسمته 4 ارباع، كل جزء منهم يسمى كسر. يبقى الكسر هو جزء من الواحد الصحيح وهو أقل من الواحد الصحيح. طيب قدامي مربع اتقسم 4 ارباع، يبقى الجزء الملون بيمثل ربع. قدامي رغيف عيش قسمته جزئين، يبقى الجزء الملون بيمثل نص. هنا الجزء الملون بيمثل ربع. البيتزا الجميلة دي اتقسمت 8 أجزاء، أنا أخدت جزء، يبقى نصيبه ونيبه 1 من 8. طب سؤال، ما الكسر الذي يمثل الجزء الملون؟ هنا كم جزء؟ 3 أجزاء، اللي تلون 1 يبقى تلت أو 1/3. هنا كله 5 أجزاء، واللي تنون 2 يبقى 2/5. اللي فوق اسمه البسط واللي تحت اسمه المقام، والشرطة اللي بينهم شرط الكسر. يبقى مكونات الكسر بسط ومقام وشرط الكسر. طيب واحدة كمان، هنا كم جزء تلون؟ 4 أجزاء، من كم جزء؟ من 6 أجزاء. يبقى الكسر الملون 4/6. طب دي عدد زوجي ودي عدد زوجي، لو أنا اختصرتهم على الاتنين فيها الاتنين، على الاتنين فيها التلاتة، يعني 2 في أبسط صورة. طيب الكسر 2/3، بسطه كام؟ أقول له 2، ومقامه 3. طب بالصيغة اللفظية يبقى اسمه إيه؟ ثلثان. أدي بالصيغة اللفظية. طيب 3/4 اللي هي 3/4، البسط 3 والمقام 4، وبالصيغة اللفظية تبقى اسمها 3/4. اللي بعدها الكسر مين؟ بسط 1 ومقامه 7، يبقى الواحد فوق والسبعة تحت، 1/7 اللي هي بتسمى سبع بالصيغة اللفظية. طيب نيجي لمسمى جديد اسمه كسر الوحدة. يعني ايه كسر الوحدة؟ اي كسر بيكون البسط اللي فوق 1، شرط اساسي يكون 1، والمقام اللي تحت يبقى أكبر من الواحد. وكسر الوحدة ده جزء واحد من الشكل. أنا لما أقول نص، البسط 1 والمقام 2، طالما 1 فوق يبقى كسر وحدة، الربع كسر وحدة، الخمس كسر وحدة، 1/16 كسر وحدة. طب ليه سمي بكسر الوحدة؟ لأن البسط بتاعهم 1 والمقام أكبر من الواحد. طيب اكتب كسر الوحدة الذي يعبر عن الجزء المظلل. هنا جزئين اتلون 1 من 2، يبقى كسر الوحدة اسمه نص عشان البسط 1. طب دول 4 أجزاء، واللي تلون 1 يبقى ربع. طب دول 8 أجزاء، لونت 1 من 8 يبقى تمن. طب دول 3 أجزاء، لونت 1 من 3 يبقى تلت. كل واحد من دول اسمه كسر الوحدة. ليه كسر الوحدة؟ لأن البسط بتاعه 1. اكتب معادلة لتوضيح كيفية تكوين الكسر. عد دول تلاقيهم 5، لونا 3 يبقى 3 من 5. قال لي لا، ده أنا عايز معادلة تقول لي الألوان إجت إزاي. أقول له اللون ده 1 من 5، وده 1 من 5، وده 1 من 5، يعني 5 + 5 + 5، اجمع التلات وحايد ب3، والمقام 5، يبقى ناتج الجمع 3 اخماس. اللي كتبه مستر حامد ده اسمه ايه؟ ده اسمه معادلة، جنب يمين وجنب شمال، هنا العملية وهنا النتيجة. طب هنا لو انت كم واحد؟ 2، يبقى الاولاني تلت والتاني تلت، وناتج الجمع يبقى 2. هنا لو انت 3 أجزاء من 4، الإجمالي 3/4. طب لما نعوزها معادلة يبقى ربع زائد ربع زائد ربع، تبقى الإجابة 3/4.
هنا أربع تربع، يبقى كل واحد من الملونين اسمه ربع وزميله التاني ربع، اجمعهم يبقى ربعين، اتنين من الأربعة اللي هي بتمثل وتكافئ النص. بيجي السؤال كمان، اختر الكسر اللي بيعبر عن الجزء المظلل، دول أربع أجزاء، لو انت اتنين من أربعة يبقى الإجابة كام؟ اتنين على الأربعة. طب يا مستر حامد الإجابة بتاعتك مش موجودة في الاختيارات، الاتنين نص الأربعة يبقى الإجابة نص، ونختار النص قد الربعين. طب هنا اتلون خمس أجزاء من ست أجزاء، يبقى الجزء الملون خمس أسداس. طب هنا ثلاث أجزاء لونا جزء، يبقى الجزء المظلل تلت أو واحد على الثلاثة. طب دول ثمان أجزاء، لونا ثلاثة من ثمانية، يبقى الجزء المظلل ثلاث أثمان. آخر سؤال معانا، اكتب القصور، هي جاية في صيغة لفظية، نكتبها في صورة كسرية، ثلثان يبقى اتنين على التلاتة اللي بنقول عليها تلتين، أربعة أسباع يبقى فوق أربعة وتحت سبعة أربع أسباع، سبعة أسمان يبقى سبعة على التمانية سبع أتمان، النصف يبقى واحد على الاتنين نص، السمن واحد على التمانية تمن، خمسة أسباع خمسة على السبعة سبع، واحد على السبعة كسر وحدة، ثلاثة أخماس ثلاث أخماس أو ثلاثة على الخمسة، ربعان اثنين على الأربعة اللي بتعادل النص. كده خلص درسنا الأول معنى الكسر، يا رب يكون سهل وبسيط ومفهوم.